Hello everyone, this is Chef Nael with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. حلوى للأطفال. ممكن نستخدم أي نوع فواكه إحنا بنحبه أو أطفالنا بحبوه، فواكه طازجة أو مفرزة، مثل هيك مفرزة. أي نوع أطفالكم بحبوه. 1 كوب فواكه، العيار تبعنا 1 كوب فواكه بنملأه بالماء منشان يكون عندنا كوب عصير ممتلئ. كمية الماء هي اختياري ونوع الفواكه هو اختياري، ممكن عصير مصنع أو عصير غير طبيعي حسب رغبتكم. تابعوا الوصفة حتى النهاية لأنه في أكتر من بديل عنا. بنوضع كوب عصير الفواكه بالوعاء على حرارة فوق المتوسطة، بنحرك، بنستخدم أي قالب متوفر عنا، سيليكون أو حتى قوالب التلج أو كوب بلاستيك. هذه قوالب التلج. جيلاتين، عند بدء الغليان نوضع 3 معالق جيلاتين كبيرة. يوجد جيلاتين نباتي وجيلاتين من الأسماك وجيلاتين بقري. أنا وضعت جيلاتين بقري، أهم شيء يكون حلال. نقلب جيد حتى يذوب الجيلاتين تقريبا دقيقة دقيقتين. بنصفي الخليط وبنسكب في القوالب. موضوع القوالب سهل، عندي بفرجيكم خيارات. نوضع في قوالب التلج، أي قوالب متوفرة عندنا، ممكن كوب بلاستيك. نطحن فواكه، ممكن نوع 1 أو ممكن نوعين. أنا حعمل عيارين اللي هو نوعين فواكه، الفراولة مع الكوكتيل، يعني كوكتيل حعمل كوكتيل اختياري. أنا عملت عيارين مع بعض. الكمية هي اختياري، ممكن احنا نضاعف الكمية. نفس الشيء ونفس العيارات، ممكن احنا نحلي بالعسل الطبيعي أو بدبس التمر. التحلية هي اختياري، التحلية إذا الفواكه الولاد بحبوها حلوة شوية ممكن نوضع العسل الطبيعي أو دبس التمر. بنصفيه. تحلية، أي نوع تحلية هي اختياري، ولكن العسل بنضيفه آخر شيء، العسل منشان ما يفقد القيمة الغذائية تبعته العسل. بنسكب هيك وبنتركها حتى تبرد تماما ونضعها بالثلاجة لمدة 2 ساعات قبل التقديم. هيك أصبحت جاهزة. العسل دائما بنوضعه آخر نصف دقيقة. هيك بالكوب البلاستيك ممكن احنا نشرحه ونعمله دوائر، بعد ما نسكب بالكوب البلاستيك نعمله الى دوائر. بنغلف بالشكل احنا بنحبه. العسل اذا طهينا العسل احنا ما بتحمل حرارة كتير، بفقد القيمة الغذائية تبعته وبصبح مثل السكر العسل. منشان هيك العسل نوضعه اخر نص دقيقة، العسل منشان يحتفظ بالقيمة الغذائية تبعته. بنغلف أي غلاف إحنا بنحبه إذا متوفر عنا. هذا كله متوفر في الأسواق ورخيص جدا، الغلاف والورق السليفان والنايلون هذا كله متوفر في السوق ورخيص جدا. هذا هو اختياري. صحة وعافية، في أمان الله. تزرونا بوصفة جديدة، أتمنى الاشتراك بالقناة. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.